الخير دائما لك، دائما الخير، دائما الخير عند الله تعالى. يكون امنا في الله ديما تاك القاي صافر مؤمنه لو تصبر دابور ندير الحائط لينا حنا على المباشر الان خوتي. نعم عجب اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. وكما كتشوفوا معنا في هذا الاثناء هذه وكما كتابعوا الباعه المتجولين بسوق سكاكين كاعين بسبب عدم اكتمال الجمع العام اللي كان اليوم، خاصو يكون اليوم التاريخ ديالهم من اجل تنظيمه اللي دايرينه باش يديروا جمعيه تنظمهم وينخرطوا في الجمعيه اللي كيقولوا انها خمس سنين وهي مؤسسه. اليوم جاوا باش يرشحوا الناس اللي ممكن انها تدافع على مصالحهم، ودائما على حسب صريحاتهم كيقول لك هذه الجمعيه خمس سنين وحنا منخارطين وحنا اللي طلبوها منا كنعطيوها، لكن بدون فائده بدون نتيجه. لحد الان مازالين في الشارع، مازال سوق نموذجي متعطر لحد الان، ما فيش مواصفات اللي غادي تحمينا وتخلينا نخدموا حتى حنا بكرامه. هذه مجموعه ديال التصريحات اللي عطاوها الناس واللي كيتشاركوا فيها كاملين انهم كيعيشوا ظروف قاسيه، في ظل انه مدينه مكناس كتعرف غلق مجموعه من او غلق السوق الاسبوعي اللي كان يعني كيمتص عدد كبير ديال 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 ديال, ديال البطاله وديال الشباب اللي كانت كتشتغل. الان هذوك الناس اللي كانوا في هذاك السوق كما كنقولوا شتوا على جميع اسواق المدينه، وهذا الشيء اللي خلق واحد الاكتظاظ وخلق واحد فوضى في الاسواق كذلك. الله يحسن العوان، هاد الناس ما عندهاش بديل، لكن اليوم هاد الناس هما بغاو يديروا جمعيه من اجل انهم يتنظموا وانهم يكون عندهم اطار قانوني لينظمهم ويلقاو باش يدافعوا على المصالح ديالهم، لا مع السلطات ولا مع المجالس الجماعيه ولا مع المسؤولين. غنخليكم مع واحد من الباعه اللي غادي يقربنا من شنو وقع اليوم في هذا الجمع العام وعلاش ما كملش. خويا مرحبا بك معنا على المباشر على قناه شوف تيفي، اشنو وقع لكم اليوم؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. خويا احنا كان عندنا جمعيه هذه المده ديال ثلاثه ديال السنوات. ديك الجمعيه ما عمرها استشرت معنا في شي حاجه ولا هذه، بقات هذه الفتره كامله ما عمرنا سمعنا منها شي اخبار، من رغم كانوا تيدوروا على بعض 1000 ريال هذه باش ناثروا، 100 ريال 40 هذه تيجمعوا داك الشيء ما عرفناش فين مشى. تيقول لك غنديروا لكم البادجات، خصنا وثائق، خصنا هذه، خصنا هذه. ما قلنا ماشي مشكل، حنايا الناس راه ياثرونا ويهضروا لنا على المصالح ديالنا، وبالفعل خلينا ديك الجمعيه تدير ما عمرها علمتنا بشي حاجه. البارح البارح والبارح تنتفاجئوا بان واحد الجمعيه ما صوتنا عليها ما والو، كانت باغا تولي علينا جمعيه. هبطنا عند القايد عرضناه، طلبنا بجمع عام، وافق الناس على القايد الله يجازيه بخير. جينا درنا الجمع العام، جا داك الطرف الاخر اللي كان يكون علينا جمعيه بلا الاخبار ديالنا، جينا حنايا جلسنا مع هاد الناس هادو بحضور السلطات، بحضور اعوان ديال السلطه، بحضور ديال رجال الامن، داك الشيء كان غادي مزيان. داك الناس كانوا باغيين واحد الاشخاص يكونوا في الرئاسه ديال هاد الجمعيه هادي، واحد الطرف اخر بغى عاوتاني ناس وحده اخرين. كنا غندوزوا للانتخابات، داك الناس هما فئه قليله، من شافوا راسهم غندخلوا الانتخابات غيخسروا، ناضوا داروا فوضى اخويا ونسحبوا. ما بغيوش تعاودوا يعني انه دار جمع عام ويدار مكتب طريقه قانونيه اخويا وشفافه، واللي هضرنا اخويا على الحقوق ديالنا. هادشي كامل اخويا اللي كنا نديروا، هادشي ما صدقش اخويا، لحقاش الطرف الاخر اللي كان باغي يكون جمعيه وشاف راسه غيخسر في الانتخابات اخويا، ناضوا اخويا نسحبوا. وهاد الجمعيه كامله حنا غنديروها ماشي على شي حاجه اخويا، هاد الجمعيه غتاثرنا وغيهضروا علينا على واحد السوق نموذجي كان عطاه لنا سيدنا في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا السوق هذا دابا المده ديال سنتين هو متوقف. حنا هذه الجمعيه اللي كانت عندنا ما عمرنا كنا تخبرنا بشي حاجه. البارح من بقينا تنبحثوا تنتفاجئوا بان ذاك الجمعيه اللي كنا دايرين بان في 2019 دفعت الاستقاله ديالها، لان من 2019 حنا حتى 2022 خدامين بلا جمعيه. تتفاجئنا بهذه الجمعيه الجديده اللي كانوا البارح غتولي مفوضه علينا.
عرضنا، عطانا سعد القائد الله يجازيه بخير، عطانا المقر فين درنا الاجتماع بحضور رجال اعوان السلطه، برجال السلطه الشرطه، كان كل شيء غادي مزيان. تفاهمنا بيناتنا، كل واحد عطى المقترحات ديالو. اخويا الناس شي بغى واحد الفئه بغات يكون واحد الرئيس وواحد المجموعه، والفئه الاخرى بغات واحد الرئيس وواحد المجموعه. من وصلنا للتصويت الفئه الاخرى ضعيفه ما عندهمش الاغلبيه، نادو داروا فوضى اخويا ونسحبوا. وهذا الشيء تيصبي في المصلحه ديال الناس ديال السوق، لحقاش حنا ولا عندنا اقتضاد من حيدو السوق الاسبوعي ديال سيدي بوزكري. داك الناس الله يحسن العوان، ممكن الناس ما فيه بحور ما فيه لا معامل لا والو، ما لقاو فين يمشيو، زادوا علينا حتى هما هنايا. يعني دابا الفراشه ما بقاش غير شارع السكاكين، راه ولينا اخويا حتى لتحت، وهذا الشيء غادي تيزاد. البيع والشراء قلا البلاد مع كورونا، وهذا الشيء الله يحسن العوان كلشي عنده الاولاد. المهم حنا تنعانيوا اخويا، حنا هذا الشيء كامل بغينا نديروا جمعيه اللي غتهضر لنا على داك السوق، نشوفوا فوقاش يعطيونا وقت. دابا حاليا تنسمعوا شهرين ما تبقاوش، تنبقاو مخلوعين، كلشي تيبقى متيديهش الناس عنده الولد، تيقول لا حيدوني من الشارع فين غنمشي؟ شنو غناكل؟ شنو غندير؟ الحل خويا هو انكم ديروا جمعيه. جمعيه تكون نزيهه اللي تدافع على الحقوق ديالنا وتهضر لنا على السوق النموذجي بداك الشيء، المواصفات اللي قالوا لنا النبلو بالابواب ديالو بالجرده ديالو بالبارك ديالو. انا اخويا الادريسي كريم ساكن مدينه مكناس ولد شارع السكاكين، تنسكن في درفتيان. غادي نتجاوز هذا الموضوع يعني، وانت يعني كابن المدينه وشحال من عام وانت في هذا السوق؟ انا اخويا دابا هي فاش بديت البيع والشراء، دابا اخويا ولد 14 عام، دابا عندي 42 سنه 28 سنه. وانت في هذا السوق هي تنبيع ونشري، اما انا ولد السوق. هذا الوضع كان قبل منا، من الناس قبل منا كانوا هزوهم عطاوهم واحد السوق، فهمتيني اخويا؟ عطاوهم هنا في الحفره واحد الناس كبر منا، حنا كنا باقيين صغار. حنا راه تنلعبوا داك الناس عطاوهم في الحفره. ما كانش طير، ما كانت جمعيات، ما كانت حتى شي حاجه، ما نجحاتش المبادره. هزوهم من تما عطاوهم سوق الصحراء وسوق سيدي سعيد، وكاين البعض منهم عطاوهم السوق ديال عين السلوكي. ما نجحوش هاد الاسواق. علاش؟ ما كاينش تأطير، ما كاينش جمعيات صحاح اللي غيدافعوا على هاد الباعه المتجولين. دابا حنا من نضنا الناس ديال الجمعيه هادو اللي كنتوا دابا اليوم مناقشين معاهم، اش كيقولوا؟ شنو رد؟ دابا الجمعيه القديمه لقيناها دافعه السقاله ديالها، ودابا ودابا واحد دابا حنا بغيت نفهمك اخويا، حنا هاد الشارع كانوا فيه ثمان خمسه ديال الجمعيات، نقارضوا ثلاثه، نقرضوا جوج، بقاو ثلاثة، نقرضات ديالنا بقاو جوج. البارح تفاجئنا بأن ذاك الرؤساء اللي باقيين مع مع واحد خور الرئيس ديالنا القديم، بأن واحد غيدير الرئيس ديال الجمعية والآخر غيدير أمين العام والآخر كاتب، بغاو يديروا داك الشيء بيناتهم. حنا سقنا الخبر، عرضنا، ما عطاونا اجتماع عام. اليوم أخويا كانوا أقلية نسحبوا وداروا الفوضى. بلاتي خويا غادي نمشي عند السيدة نسمعوا المرح حتى هي. شريفة نعم، كنعرفوا هذا السوق فيه ما فيش غير رجال، باش نعطيو حيت كنشوف أنا كندخلوا للسوق وكنشوف فيه حتى النساء، كاين أرملات بزاف، العيالات فيه بزاف، كاين بزاف ديال البنات ساكن اللي كيشوفوا كيفاش السوق، كاين يتامى، كاين أرملات، كاين بزاف. يعني ملي كنقولوا سوق السكاكين كنقولوا القلب النابض ديال المدينة، واللي جا المدينة واللي جا المكناس، يا سائح يا خارجي يا من داخل المغرب، راه غيجي السكاكين. نعم اختي، شحال من عام وانت في هذا السوق؟ اخويا دابا 20 عام وعندي 37 عام، وانا 20 عام وانا في ذوق السوق، وكاينين عيالات قبل مني، وكاينين عيالات جاوا من مورايا، وكنا تنعانيو في بلاصه وحده، كنا تنعانيو داكشي اللي تنعانيه انا تتعاني الاخرى تتعاني الاخرى، كنا عندنا وليداتنا، انا عندي ثلاثه. تدخلي للجمعيه اليوم؟ لا انا بغيت بغينا نصوتوا على واحد اللي غادي. اليوم جايين تصوتوا ما لقيتوش على ما لقينا، لا لقينا الاخرين بغاو الناس هذاك الشيء اللي بغينا. خليوه تقول لي الطرف الاخر الطرف الجمعيه حتى هو بغى يديرها وكان يخسر. كملي اختي. الطرف الاخرين طرف الاخرين اخويا هما اللي خسروا لنا هاد الاجتماع ديالنا، وما حنايا راه عارفين شكون اللي غادي نديرو، حنا جايين مقررين اصلا شكون اللي غادي ينتمنا باش غادي يهضر علينا، ولكن هما ملي عرفوا راسهم عندهم فيها عقلينا خسروا لنا المجمع ديالنا وبغاو يمشيو بحالنا. اخويا ملي شافوا راسهم غادي يخسروا داروا الفوضى ومشاو بحالاتهم. انتي كأم اليوم وكسيده وكبائعه متجوله كمرأة مغربية، ولي كنوجه لك التحية، شنو رسالتك للمسؤولين؟ تنوجه للمسؤولين يأثرونا ويديروا لنا داك الشيء
اللي بغينا حنايا، وداك السوق اللي وعدونا به هو اللي بغينا. هذاك السوق راه ما كاينش شي راجل غادي يصيفط مرته تمشي له، لان غير برارك، لان كلها كلاب حاشاك، غير خلا، غير مقابر، ايه ارض غير مفروق، ايه هكا يا بالصباغه، يعني ما كاينين حوانت، ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء اللي قالوا لنا. حنا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن جلاله الملك ومن المسؤولين يديروا لنا داك الشيء اللي بغينا. حتى حنا ما بغينا الشارع وطبنا فيه ولادنا كبروا. شكرا لك سي خويا. الله يسلمك. كلمتك. السلام عليكم. نعم. خويا حنا كنطالبوا. سالتكم اليوم المسؤولين من بعد هاد يعني من بعد ما تجمعش هاد الجمع العام اللي انتم جايين اليوم باش تشاركوا باش تكونوا قوه. قوة اقتراحية وانكم تختاروا الناس اللي نظموكم، ها هو الجمع اليوم ما دارش، شنو هي الخطوة اللي غديروا المقبلة؟ الخطوة المقبلة غنمشيو عند سعادة القايد. عندكم الحق دابا باش يعطينا جمع عام اخر، باش يعطينا جمع عام اخر ونحطوا النقاط على الحروف ونجيبوا الناس اللي غيمثلونا يستحقوا يمثلونا باش نهضروا على الواقع ديالنا ونهضروا على السوق النموذجي، لان السوق النموذجي هما بغاو يدخلونا اليه وما فيه مواصفات، ما فيهش شي مواصفات ديال سوق نموذجي، يعني هما كيما بحال بغاو يزربوا علينا يحيدونا من الشارع، يعني والميزانيه تنكلات وعامين هو السوق واقف. هنا حنا شنو بغينا من هذا الشيء اللي جاي ان شاء الله نجتمعوا ونديروا جمعيه ديالنا باش نهضروا على راسنا، وهذاك السوق راه ما عمرو غندخلوا ليه الا كان في هذه الحاله هذا ما عمرو غندخلوا ليه، لان ما كيصلحش للبائع المتجول. شنو هو البائع المتجول؟ المتجول هو ضايع مسكين في الشارع، يعني ضايع حياته كامله ضايع. شنو بغى؟ بغى يساقر، بغى حانوت فيه يساقر منظم، النموذج يدير الريدو ديالو الله يرحم ديالو باش ما نعاودش نولي. لا الا جيت تعطيني سوق مخرمز وسوق ما يعني الا جيت تعطيني سوق عاوتاني ماشي ما مهيكلش راه غنرجع للشارع، يعني نفس المشكل بقى يتعاود وهادشي تعاود ماشي في اسواق اخرين. ما نشحوش مدينه مكناس وقعت المشاكل، ولاو كيجيو يفرشوا حدانا وحدين اخرين من اسواق عطاهم سواق ولا اخرين عطاهم وجاو ولاو كيفرشوا حدانا. نتمنوا انها توصل للجهات المسؤوله هنا بالعاصمه الاسماعيليه. ومشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فهمت اللي كنتكلموا على الاسواق النموذجيه، هذا موضوع اخر وهذا قوس غادي نفتحوه، لانه عدد من الاسواق استثمارات بالملايين توضعت الان هي عباره عن بنايات. كاين السوق ديال سيدي بابا، السوق ديال بوقرعه، السوق اللي كاين في سميتو في السوق ديال مبروكه، عدد من الاسواق اللي تمت يعني وضع اموال طائله في هذا الباب. هذا السوق ديال لوزين اللي حد الان لا يشتغل، والباع المتجولين في الشارع، مع ان هذا الشيء كيخلق مشكل للجماليه ديال المدينه، كذلك البائع المتجول كيبيع ويشري ما كتستافد منه لا الجماعه لا الدوله حتى شي حاجه، كيبيع نوار باش نكونوا واضحين. هذه مداخل كتمشي على 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 الجماعه وعلى الدوله، كذلك كتصعب الماموريه ديال الاجهزه اللي كتخدم لا الجهات الامنيه ولا السلطات انها تنظم وتحافظ على النظام العام. هذه مجموعه ديال المشاكل، كنتمنوا ان المنتخبين يحطوها في عين الاعتبار ويديروا اسواق ويديروا مشاريع اللي تكون فعاله وناجحه. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا قناه شوف تيفي. احسن سوق يكون في مكناس والمغرب. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كانت هذه هي الرساله.